ولمزيد من التفاصيل حول القرار الجمهوري بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية، ينضم إلينا دكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. بعد التحية دكتور طلعت، كيف ترى القرار الجمهوري في ظل استمرار عمل لجنة العفو الرئاسي المتواصل قبل وبعد مخرجات الحوار الوطني؟ يعني أنا طبعا زي ما يعني بأكد وطبعا بنضم لما ذهبت لي لجنة العفو، نحن نتوجه بخالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمكن بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس النواب مجلس الأمناء، كلنا طبعا بنحيي وبنشكر فخامة الرئيس على هذا القرار الجمهوري. وطبعا ده دولة مؤسسات، وهذا القرار طبعا طبقا للمادة 155 من دستور مصر، ودي كمان تأكيد وبشكل قوي على يعني قناعة فخامة الرئيس ودعمه للحوار الوطني اللي كل يوم فعلا بيدلل على ان الرئيس فعلا يعني متمسك جدا بالحوار الوطني، يحقق نجاحات، وجزء من نجاحات الحوار الوطني العفو عن بعض المحكوم عليهم في بعض القضايا. وطبعا ده دستور فوت رئيس الحكومه او هذا التفويض في ده. فطبعا انا طبعا بشكر واقول ده علامه ايجابيه جدا وعلامه جيده جدا بتؤكد اقتناع فخامه الرئيس بالحوار الوطني، ويمكن دي تبلورت في عده موضوعات. يمكن اول امس واحنا في مجلس امناء الحوار الوطني في جلسه امتدت 12 ساعه، وكان لنا مجموعه من الافكار ومجموعه من التوصيات، فبادر الرئيس واحنا في اثناء الجلسه ان هو بيعلن بشكل صريح وواضح عن انه قناعته كامله بما يتم من جلسات امناء الحوار الوطني، وانه حرصه على انه هيتابع بنفسه وهيحيل هذه الموضوعات الى الجهات المعنيه، وطبعا من الجهات المعنيه سواء مجلس النواب او مجلس الوزراء او غيرها. ودي طبعا تاكيد، وطبعا ده احنا كلنا يعني ده كان ادانا قوه دفع كبيره جدا. وقبليها طبعا فخامه الرئيس لما تحدثنا عن موضوع الاشراف القضائي، ان يستمر الاشراف القضائي، يعني برضه كان في تدخل من فخامته واكد ان هو هيحيل هذا الموضوعات للجهات المعنيه. يعني في تجاوب قوي جدا. واما عندما اعلن في مؤتمر الشباب في الاسكندريه برضه عن يعني ده كل دي بناكد اهتمام فخامه الرئيس بالمواطن المصري بالتاكيد وبحقوق الانسان والتزام الدستوري وبقناعته بالحوار الوطني اللي هو داعي ليه واللي بيحقق نجاحات غير مسبوقه حتى الان. لكن دكتور طلعت، ما الذي يعكسه القرار الجمهوري على الصعيد الداخلي، لا سيما وانه قرار صدر بصلاحيات رئاسيه دستوريه؟ والله طبعا بيؤكد ان احنا ده يعني في استقرار في الدوله المصريه، وفي حرص من قياده الدوله على يعني حريه المواطنين وحقوق الاستراتيجيه الوطنيه حقوق اللسان اللي اعلنها الرئيس في 2021، وعلى يعني والالتزام الدستوري. وطبعا احنا دوله نتميز ان احنا عندنا دستور مصر باب الحقوق والحريات والواجبات غير مسبوق على مستوى كل الدساتير على مستوى العالم، وان طبعا مصر بتنعم بحريه وبديمقراطيه. ويمكن اللغه اللي احنا شفناها في الحوار الوطني ان يحضر 65 حزب على طاوله الحوار، وان هناك الراي والراي الاخر، وطبعا ما كانش يعني حتى وكانت المساحه موجوده للجميع. أنا بنشتغل على مدة 6 أسابيع حوار حر وطني يعني غير مسبوق. إحنا تعودنا كدولة مصرية على بعض الحوارات مثلا في قضايا معينة، قضايا اقتصادية، قضايا اجتماعية، أن يكون حوار وطني مفتوح بيتناول أكثر من 112 قضية في 19 محور أساسي. لا ده شيء أنا بعتبره يعني صورة للعالم كله أن مصر تتمتع بحرية وبحقوق إنسان حقيقية، وان هناك الراي والراي الاخر. وتصدر كل يوم مجموعه من التوصيات من الحوار الوطني تؤكد ان الدوله فعلا احنا فعلا متجهين الى الجمهوريه الجديده اللي ارسى مبادئها فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي. اشكرك شكرا جزيلا الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس امناء الحوار الوطني، شكرا جزيلا لك.